احنا قلنا من قواعد لعب جي تي اي الصح ان العربيه اللي تعجبك تاخدها. انا معيش اسلحه, فاحنا دلوقتي هنروح نشوف اسلحه كده نشتريها ولا حاجه. السلام عليكم يا عم. بقولك السلام عليكم, تقول لي يو 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 يو. ايه يا عم؟ اسمع, عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في هنا حته سلاح جامد وفور فري كمان, نشتري له طلق بقى براحتنا. مبدئيا كده احنا اول واحد بنجرب عليه السلاح مين؟ صاحب المحل طبعا. الله ينور عليكم, انتوا كده بتعرفوا تلعبوا جي تي اي كويس. يعني بص, طباخ السم بيدوقوا على راي المثل. يا نجم, ايه 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 قله الادب دي؟ قله الادب دي؟ قله الادب تضرب عليا نار؟ ازاي زبون يجي يشتري عندك تضرب عليه نار؟ لا لا مش اخلاق. يا بوليس يا بوليس يا بوليس, فوت حق يا باشا. حي ده مصمم يقتلني برضه.